بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله معنا فيديو النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الورد اللي هو البليانطة الناري. بتتم عملية الإكسار عن طريق القص بالعقل الوسطية والعقل الخشبية، وممكن نعملها عملية تطعيم على أصل نسر برضك. بتنفع معايا؟ في ورد ما ينفعش إن أنت تعمل له عقلة، لازم تطعمه على أصل نسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تقاص النباتات الزينة، معكم أخوكم مصعب جمعة. إن شاء الله معنا فيديو النهاردة هنتكلم عن كيفية إكسار البليانطة الناري بالعقلة الوسطية. أنواع الورد عامة بصفة عامة لازم أعمل له عملية إكسار عن طريق التطعيم على أصل نسر. في أنواع ممكن نعمل لها عملية إكسار بالقص العقل اللي هي أنواع البليانطة. في أنواع كثيرة من أنواع البليانطة زي ما واضح معانا كده. ابتداء من بداية شهر واحد بتتم عملية الإكسار، باخد العقد زي ما واضح معايا كده من النبات، واعمل لها عملية قص عقلة صغيرة، وهنوريكم كيفية القص وطرق عمل الحضارة على النبات وطرق الرعاية ومدة التقدير. تابعونا لنهاية الفيديو هتعرفوا على الطريقة الصحيحة. العملية بتبتدي معانا من بداية شهر واحد، لو انت ابتديت من منتصف 12 مفيش مشكلة معانا حتى انتهاء شهر واحد، دي افضل ميعاد في عملية الإكسار. زي ما واضح معانا ادي عقلة البليانطة الناري اللي هو الورد الجورو. العقلة بتاعتنا بتبقى طولها 10 سنتي، العيون بتاعتها بتبقى ضيقة، يعني البراعم بتاعتها بتبقى ضيقة. دي برعم اهو اللي انا بكعب من تحت اهو، البرعم التاني اهو، البرعم التالت اهو. بنعملها على 3 براعم كده زي ما واضح، ادي طول العقلة اهي، ادي الشكل التاني اهوت اهو. بتبقى البراعم ضيقة، بنقص من تحت البرعم الاولاني اهوت بحوالي 0.5 سنتي اهوت، دي اللي بينزل في التربة التينية اهو. وبعد كده بستخدم اكياس زي ما واضح معانا كده، بيتم ري الحوض بالمياه غمر، وبعد كده بتتم عملية الزراعة. ادي شكل الزراعة. لو في عندك مبيد فطري اغسل العقلة فيه، لو انت عندك مبيد فطري يفضل ان انت تغسل العقلة ديت قبل الزراع بمبيد فطري. اي مبيد فطري متوفر عندك اغسل بيه، تمام، لان النباتات الورد الجولو بيبقى نبات حساس جدا. طرق الغرز، ادي الكيس اهوت، وبنزل العينين اهو، بنزل برعومين في التربة التانية اهو، يعني انا بحيث ان انا بنزل البرعم الاولاني ده والبرعم التاني ده في التربة، بحيث لو عند البرعم الاولاني دي باظ في التربة التاني يبقى شغال كده. ادي شكل الزراعة. السر بقى في نجاح نبات البليانطة الناري معلومة بسيطة جدا في عملية سر نجاح البليانطة. بعد الزراعة يتم ترك الحوض معرض للشمس لمدة 2 يومين، وبعد كده بعمل حضانة، وان شاء الله هنوريكم شكل الحضانة. بعد الانتهاء من زراعة البليانطة الناري، كلمنا ان احنا نسيب البليانطة مزروعة معرضة للشمس لمدة 2 يومين، وبعد الـ2 يومين بعمل حضانة زي ما واضح معانا كده. اهم حاجة والسر في نجاح العقلة ايه بقى؟ اللي انا بسيب البلاستيك كده معرض للشمس المباشرة، يعني انا محطش نسبة ظل على النبات. لو حطيت نسبة ظل على النبات النبات بينشف معايا، فلازم النبات ياخد درجة حرارة عالية وياخد ضوء عالي. بعد اما النبات بيحضر معايا، يعني بعد ما العقلة بتحضر معايا داخل الحضانة، بعمل ايه بقى؟ بجيب صرام او ممكن اجيب بلاستيك تاني فرخ قديم وافرشه على الحضانة، بحط نسبة ظل بسيطة، ما احطش حشرة زي كده. لو حطيت حشرة زي كده النبات هيبوظ معايا. لا، نسبة ظل بسيطة. امتى؟ لما النبات يحضر معايا، يعني بعد 15 يوم هتلاقي ان النبات حضر معايا، يعني البراعم الجديدة ابتدت تشتغل في العقلة. بديها نسبة ظل بسيطة جدا، دي معلومة مهمة جدا في عملية انبات وتقاص النبات البليانطة الناري تحت الحضانة. لان بعض الناس بيسالوا بيقول لك احنا بنزرع نبات الورد الجولي والبليانطة الناري وكل الاصناف دي بتنشف معايا، دي الطريقه الصحيحه ونجاح عمليه البليانطة الناري اللي انا بعمل كده، بعمل لها حضانه
لمدة الإنبات 15 يوم أو 20 يوم، وبعد كده بديها نسبة ظل بسيطة. أتمنى أن يكون الشرح نال إعجابكم، ولا فيه استفسار ابعتوا له في الكومنتات. قبل ما تعمل الحضانة بديها رشة مبيض فطر، أي رشة مبيض فطر عندك بتديها رشة بسيطة تمام، وبعد كده بتقفل الحضانة. ليه بقى؟ لأن العولة معرضة للهواء وللشمس ماشي، فبحيث ان انا سبت النبات معرض للشمس لمده يومين في فطريات او حشرات او اي حاجه، فلازم انا اعقم العقله قبل عمل الحضانه، يعني اكون اعمل الحضانه على نظافه، فبديها رشه مبيض فطري. اتمنى ان اكون الشرح نال اعجابكم، اللي فيه استفسار ابعتوا لي في التعليقات. انتظرونا في فيديو قادم من قناه تعليم تكاثر نباتات الزينه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.